السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله احنا النهاردة 27/9 في فيديو من فيديوهات الشطة المكشوف او الفلفل، مش فارقة معانا. الارض اللي احنا فيها ديت ناخد لقطة بسرعة كده نشوف الارض فيها ايه وبعدين نتكلم. اهو دي كده، دي كده تخلي الشطة دي عمر 15 يوم تقريبا. بص كده يا دوبك واقفة. بص بقى اللي احنا عايزين نقوله بقى، بص ده يقول على طول في مشكلة ارض، في حشرة عندي شغالة. بص احنا بناخد عشوائي، يعني مش عارف بقى، احنا طبعا داخلين على المغرب الدنيا هتظلم، فاحنا بسرعه كده. يبقى الشتله اللي متحركه نوعا ما، انما الشتله اللي واقفه. بص العده كده واقف ازاي، بص العده، بص الارض، الجدر عايز يشتغل بس في حاجه موقفاه. بص كده هو ارض في كل الارض، فالارض بص كده اهو، كل النباتات مقروطه، الدنيا وباء يعني، هو ربنا يسد معانا يعني. انما بص الارض، ده دبور احمر على طول الارض. يعني تقريبا دي المساحه كلها تقريبا. ماله الجدر ده شمع؟ بس بص بقى مقروط منين بقى؟ ارض اهو، انما الجدر شمع. امسك، يلا ركز على ايدي انا بقى، ركز على ايدي انا، واحد ركز. هات لي هنا، انت بتتابع هذه اللي هي، قربهم لي من بعض. خد طب البحر اهو، امسكه بقى تحافظ عليه ما يخرجش يجري. ما تقلقش يا راجل، تحافظ عليه، انا عمال اعجز اهو. خدها، كل ما هتنزل هتجيب عدد، يعني مش واحد ولا اتنين. انت متخيل الجدر ده تحتيه ايه؟ ممكن تنقل في اليوم نباتين ثلاثة. الدودة دي كده تتحرك كده في ليلة واحدة، كده تنقل من ده تروح لده تروح لده ثلاثة. ها قول لي بقى، هات لي بقى الجدر بتاعك كده، قول لي ماله الجدر؟ ذنبه ايه الجدر؟ ها نيماتود ايه وعفان ايه اللي فيه؟ يا عيني اهو، بس مش لاقي الفرصة اهو. اهو شمع، مش موجود جدر بره ده، والله ما موجود جدر بره زي ده. نيماتود ايه وعفان ايه؟ اهي اهو اهو، خد اهي اهي، يلا كمل اهو. ايه امسك ادوات اهي، التاني حطها في ايدك، هعدوه اهي، امسك الطابور اهو، امسك يلا طلعها، امسك ايدك، هعدوه حر نار، لازم الدنيا تبقى اهي. كتر خير النبات اللي هو لسه حي، احمد ربنا اللي هو لسه حي. الله يصلح حالك والله يا اخي، الله يصلح حالك يا رب. ولا نيماتوده ولا اعفان، والدنيا دنيا خالص، وهتقعد تصرف ويتخرب بيتك ومفيش اي نتيجه، وهتلاقي تدعي وتقول الادويه شمال وتقول مش عارف ايه. خد اهي، خد اهي اهي، انت خد يا باشا، خد يا باشا، حطهم له في الكاميرا معاك اهي، غير دي اهي. يا بصر، فين الجدر بقى؟ فين الجدر اللي طلعناه؟ هات الجدر، اغسل لي الجدر، اغسل عليه، يرضي ربنا. بص كده يرضي ربنا، كده يرضي ربنا كده، غير الدبور اللي طار، يرضي ربنا كده، اغسل بس، شكرا. ولا الهوا ولا الهوا، يعني حتى لو في نيماتودة هي سنة الرش يجيبني. عايز تسحب اسحب، جدر اهو مش عايز يمشي من الصدمة اللي تحت، وطبعا الكلاب اللي حواليه ديت هتخليه يمشي ازاي؟ بس انا كده شفت اللي انا عايزه اهو، غير اللي طار ينفع اهو. عايز يعمل الارض بتاعتك، عايزها تمشي، احمد ربنا ان الزرع بتاعك لسه غلط. اقفل طبعا، السباخ متكتل، الفيديو على ايدنا، السباخ متكتل. بص السباخ عامل ازاي، لازم الزرع يتصدم ويقف. بس كده الجدر بيطلع ويتلسع، يتصدم اهو. الدبور بص بقى كده، هذا دبور اهو، بص بقى امسك، انزل لي تحت، هذا واحد في ايدي وهذا واحد تاني في ايدي. دبور لسه، خيرات الله عندك، هذا ثلاثة في ايدي لسه، وعايز الزرع يتحرك، وهذا كلب بحر معايا. يعني انا عندي كده، عندي ميلاديرة دبور احمر، وعندي دودة قردة، وعندي كلب بحر.
ثلاثة اهي، خلينا كله في ايدي اهو، هنكتمه في ايدي. عندك ثلاثة اسخن من بعض، الثلاثة في وقت واحد اهو. هتظبطني ايه؟ راح فين؟ كاتا هنا. عمالين ياكلوا في ايدي والله، بيقرصوني والله. هات اهي. ايه؟ عندك يعني ربنا بثلاث بلوات، كل بلوة اسخن من الثانية. وامسك بقى هنا، هات انزلي بقى هنا اهو. بص انا هحط ايه على رجلي، انزلي بالكاميرا. ايه رأيك؟ ها؟ ايه رأيك؟ ده منظر، قرب لي. قربهم لي اهو، بيطير اهو. ينفع؟ ينفع؟ بيطير اهو. ها؟ ينفع؟ اهو دودة قردة ملاديرة والكلب البحر. خمسة. ها لا خليك الفيديو شغال. ماشي. ينفع كده؟ فينا وشفنا الارض وشفنا وضع الارض، يعني ربنا يسد عليهم ويبارك لهم يا رب. الزرع ده تقريبا 15 يوم يزيد او يقل شويه، مش متذكر يعني. انما هو جابنا المشكله، الزرع مصدوم يا باشمهندس، واقف وما بيتحركش. وكل من هو نزل عنده فتاه قال له نيماتودا، قال له عفان، وحطيت وسويت وما فيش اي نتيجه خلاص على الزرع في الاسبوعين دول. طيب نزلنا لفينا عنده الارض، سمعنا له، هو غلط غلطه. الارض ديت فتح فج الفج بتاعه وحط الخدمه بتاعته، ساب سير تقريبا وحطها مركزه تحت الجدر تحت، وراح طم عليها غطاها وراح زارع. ما يعني ايه ما قلبهاش، دي واحده. طيب هو بالنسبه له بقى ده الاعفان اللي عامله كده، ده الارض فيها نيماتودا، ده التحليل بيقول مش عارف ايه، ده احنا من سنتين كان في ايه، وعايش القصه ومركز في حته خالص بعيد عن الواقع اللي عنده. لما نزلنا وسمعنا له، طب خلاص يلا ننزل نفحص الارض مع بعض. واحنا بنلف على الارض نزلنا في الحتت العيدان اللي واقفه اللي مش متحركه بالنسبه لاخواتها. هي الارض عموما كلها مصدومه واقفه، بس في عيدان مصدومه جدا وواقفه خالص مش متحركه. نزلنا بصينا عليها، لقينا تحت زي ما شفنا في الفيديو كده، لقينا الاول حاجه في ارض فوق على الورقه من فوق، ده بيدل ان انا عندي ميلاديره او الدبور الاحمر. لما فحتنا تحت لقينا الثلاثه، لقينا كلب البحر، لقينا الدوده القرده وبكثافه، مش حشره ولا حشرتين، ولقينا الميلاديره. يعني عنده ثلاثه، كلب البحر، الدوده القرده والميلاديره. طب زرع الشطه متناسي تماما الحاجات ديت، ومركز في حته ثانيه اعفان ونيماتودا، وعنده استعداد لو قلنا له هات نيماتودا هات اعفان بالشيء الفلاني هيحطه، هو عنده يقين ان هو كده شغال صح. في حين ان احنا لما بصينا على الجدر، الجدر بتاعه الحمد لله تبارك الله سليم. يبقى هي العقبه كلها ان الحشرات الثلاثه الموجوده مع بعض، الثلاثه مع بعض في وقت واحد، الناس بيبقى عندها مشكله واحده، بيبقى عندها مشكلتين، ده عنده الثلاثه. يبقى احنا عايزين نقول النهارده كل احترامنا وكل تقديرنا لاخونا المزارع، اخونا الفلاح، بس انا بيبقى كل المشاكل عندي معروضه على الترابيزه. العين هي اللي تقول، الفحص هو اللي يقول. مفيش حاجه اسمها من سنتين مش مفيش حاجه اسمها قالوا لي، مفيش حاجه فلان نزل بره ونزل بص وقال لي وحط كذا، نزل فحت، نزل دور، نزل شاف طبقه الخدمه بتاعتك وهي مركزه مش متقلبه، نزل فحت في وسط الخدمه ديت في الحر دوت وشاف السخونه بتاعتها، نزل شاف الحشرات الثلاثه اللي موجودين، نيماتودا ايه الجدر ما فيهوش نيماتودا، الجدر ما فيهوش عفان، كل العمليه ان الثلاثه اسخن من بعض، الثلاثه اقوى من بعض، موجودين هم عاملين الصدمه. يعني يا رب نكون موفقين في هذا الفيديو. لو بتابعونا على الفيسبوك من فضلك اعمل لايك، لو بتتابعنا من اليوتيوب من فضلك اعمل شير، فالكلام معكم عشان ده تواصل تبع 0147861996. شكرا.